طيب الحقيقه برضو على ذكر المكانه العالميه للنادي الاهلي، مهندس عادل اشار انه موتيري وكل حتى وبالميراس وكل الانديه المشاركه في كاس العالم الانديه من قبل ما تعلن البطوله وفي كلام على الاهلي باحترام شديد جدا، في تقدير لبطل مصر وبطل افريقيا الضيف الشبه الدائم على المونديال. ده مفهوم في كره القدم لان احنا في النهايه بننافس بعض. بس اللي كانت غريبه الحقيقه في الاسكواش، الناس وهي بتتابع بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش فجأة بطلة أمريكية بتلعب بتيشيرت النادي الأهلي بشعار النادي الأهلي، ودي بطولة تحت 15 سنة. الأمريكية ديكسون هيل فاجأت الجميع خلال خوضها للمباراة النهائية قدام مواطنتها سمتانا جافي فوق الكل اللي بيتفرج على صورة الأمريكية ديكسون هيل لعبة بفانيلة النادي الأهلي. الحقيقة يعني ظهرت في هي تحت 15 سنة، ظهرت في فيديو تتحدث عن لماذا ارتدت ديكسون هيل الفانيلا الحمراء، ليه جابت فانيلة النادي الأهلي، تعرف ايه عن النادي الأهلي وقصتها ايه بالظبط مع فانيلة النادي الأهلي، نشوفها. I've always admired how the Egyptians play squash. I've always thought that their football jerseys and club symbols were very unique. The way I got that jersey was one day I was at my squash club and I was talking to someone who I play squash with, and his name is Emged El Nandi. He told me that he was going back to Egypt to visit family, and I asked him, could you bring me back a football jersey? He told me he was going to bring me back an El Ahli club jersey. He said that he belonged to the El Ahli club and played there throughout his junior career. I was very intrigued in the El Ahli club and did some research and realized that this club is amazing, special, and extremely talented at squash and football and many other sports. Now I am a big fan. I was very proud to wear that jersey and I'm looking forward to wearing it again and again and carry on that spirit. I'm a big fan of football and love watching it when I'm not watching squash. I am also a big fan of all the Egyptian squash players, and to all the El Ahli fans, I hope I make you proud. هكذا يحلق الأهلي، وخصوصا المشجع اللي يبحث عن الأهلي وتاريخه أو اللاعب أو الرياضي أو فيتعلق بهذا النادي بشكل موضوعي زي ما شفنا بنتنا دي. هي قالت إيه ديكسون هيل؟ أنت عرفت الأهلي إزاي؟ قالت أنا ليا صديق مصري كان بيلعب سكواش اسمه أمجد، أنا عارفة مصر ولاعيبة السكواش المصريين طبعا أبطال عالم ما شاء الله، فبتقول أنا من خلال أمجد بقول له أنا في نفسي في تيشيرت فريق كرة قدم، قال لها أنا أهلاوي وبحب الأهلي هجيب لك تيشيرت الأهلي، فبتقول بدأت أعمل سيرش، بدأت أبحث عن النادي الأهلي، شفت كلام مهم جدا أسعدني عن هذا الفريق قوي، فبدأت أتابعه، فلما جاب لي أمجد فانيلة النادي الأهلي كنت حريص ان انا العب نهائي البطوله بيها، لان انا لما قريت عنه وشفت ان عنده لعيبه كتير موهوبين متميزين عندهم روح الفريق، فمن ساعتها بقيت فخوره بمتابعه هذا الفريق وارتداء التيشيرت بتاعه. هو ده النادي الاهلي وهي دي مكانته، وهو ده بالمناسبه سقف طموحه في المرحله الجايه.